السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في فيديو جديد وتحدي جديد في لعبة نيد فور سبيد. مسوي تحدي بسيط، وإذا عندكم أفكار لتحديات قادمة قولوا لنا اسم اللعبة والتحدي عشان نسوي لكم إياها. أول شيء نلعب اللعبة دي على البي سي وعلى كرت الشاشة 1080 Ti وعلى أعلى الإعدادات، وزي ما أنتم شايفين الفريمات واضحة عندكم. وأول متسابق معانا هو عبد الله الدوسري، حياك الله أخوي. حياك. تعرف السباق شو هو؟ خط واحد لازم يجيبه بأسرع وقت، فتحدى فيه عبد الله وفهد وأحمد. فجاهز؟ جاهز مستعد. يلا سخن السيارة. يلا روح. انطلق؟ روح. اوكي توكل. دحين هو حيروح يمسك خط ويدعس فيه، يحاول انه يوصل فيه سرعة معينة، بعدين يلعب بنفس الخط ويرجع بالرعب، مو بالرعب بس قصدي يعني بالرعب. بالعكس. تو نجمع السرعتين مع بعض ونشوف مين اعلى واحد يقدر يجيب السرعة بالسيارة. هنا بدأ الخط. خلينا نشوف. عبد الله اهم شيء لا تصدم. حاول قاعد لو صدمت حي ما اشوف شيء، الشمس في عيني. هذا هو التحدي، عشان كذا انا مصعب التحدي، حط الشمس في عيونك. بس كذا بزيادة ما اشوف حاجة يا رجل. وفوق هذا كله قاعد نلعب على 4K، يعني الشمس حقيقة حيخش في عينك. تيري مع ال اوكي 218 بداية موفقة والله. انطلق؟ اي روح روح. اوكي على الاقل كذا ارحم، الشمس وراي يعني ما في عيني. الروح لابد يكون فيها الشمس. بس الشباب يلعبون بعد شوي والشمس ما تكون في. لا ما عليك حظبطهم بالشمس، لسه انت على الصباح، لا تجيب العيد. اصبر اصبر ما اصبر. ما اصبر عبد الله انا اخر مرة. لا لا اصبر اسمع اسمع. بعيدة؟ لا لا الامور تمام، الامور تمام ان شاء الله. كل شيء اوكي. اوكي. لو تبغى تعيد عادي اخليك عيد عيد. لا ما اغششك، بس اخليك تعيد بس ما اغششك. الامور تمام، الامور تمام ان شاء الله كل شيء اوكي. انت توصل 200؟ وين خلصت؟ ما خلصت باقي. اخر لفة باقي هذه 200. 199. انجبر ال 199 تدري؟ ينجبر 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 يصير كم؟ 300؟ لا لا 300 واجد. كم؟ 230. 230 ما تنجبر بعدين على 260؟ هي 230 طيب عشان بس فهد ما يفوز اليوم. اخر مره ما تبغى احمد، اليوم ما سكت معك على فهد. يا اخي احمد حيفوز. احمد رحمني اخر مره كذا. خلاص 200 نجبر لك اياها. شوف هذه مره اديتك كيلو. الكيلو والله غالي في السوق، والله يا غالي لانه ارتفع سعره. بيض الله وجهك. الله يسلمك. شكرا شكرا على المشاركه. حياك الله. المتسابق اللي بعده. المتسابق فهد. هلا والله. حياك الله. هلا فيك. عندي احساس انك بتفوز هذه المره. اخر مره ابدعت بس كان في تلاعب. وش السالفه؟ اذا عندك 10 ريال والله افوزك على طول. عندك صرف 100؟ هات ال 110 العاب. لا عمي طير افوز بمعطي. هاي يلا روح الحين وانت عارف. يا اخي الشمس الجو كذا. الحين هذا 4K قاعد اشوفنا؟ هذا 4K نعم. واو نعم. والله كلام كبير التفاصيل صراحه. التفاصيل حلوه فيها صراحه. بس يا اخي حر الشمس يا اخي. ما خل افسخ التيشيرت الجو وي. ايوه كذا الواحد اوكي في نايترو. ايوه اكس اي 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 وليه ما تقول لي تريد ان في نايترو لعبه 207؟ يا ساتر يا ساتر. شفت لو حافظت على السرعه ذي حتفوز على عبد الله. يا عمي الصوره تسبق الصوره. الصوره تسبق الصوت. الصوت صوت 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 الصوره جاب فينا العيد. بوم خليته روح. يا نهار اسود ايه ده يا جدع ده؟ الواد منصور مال ما بيجمعش مره ما في جيرات. تقدر والله لو شديت صح يلا يلا تقدر تفوز. هاي وخر ما في مشكله. يلا يلا كويس كويس 12 كم 211؟ 211 مش ما شلون عبد الله جاب من اول مره 410؟ لا خطين انا حسبت وين بوصل وين بروح انا بروح الجبال ارجع. خلاص كذا انت خلاص يعني متسابق كويس يعني اديت يعني شو التفحيط؟ اوكي انت نظام هجوة ولا تفحيط؟ قلت لي من البدايه كنت اديتك تفحط. في نقاط على هذه؟ في 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 سباق دريفت تفحط بس. يلا اعطني نقاط على هذه بالله. اهم شيء شعار ترو جيمنج. بعطيك 2 كيلو بس. وش 2 كيلو؟ تطلع عبد الله اعطيت له كيلو واحد انت 2 فتصير 13 والمتسابق اللي بعده. And his name is John C. والحين مع المتسابق التالي ممكن تعرفنا على اسمك البطل؟ احمد المصطفى ما شاء الله. اعمل في شركه ديجينيشن. انا سالتك عن اسمك. اوكي اوكي انت عارف القوانين وكل شيء. اسوق. تسوق تدعس ودعس تسوق وتدعس. يلا قول لي تقطع اشارات ضد النظام. صدقني صدقني ماني ما مره ما حكون معك لانه اخر دفعتها ما دفعت لي ولا شيء. خلاص
فالحين ممكن استعبط عليك. ما عندي فلوس. ما لي صح. يلا شد روح. بسم الله. جدا جدا زعلان منك. أفا. يعني هذه بداية الحركات حقتي. يعني كذا حطفشك شوية عشان مرة ما تتأخر على الدفاع حقك. اليد أبدا. إيش بقى اليد؟ لا لا لا. أوكي. بدأنا ودخلنا دخلة ممتازة. سرعة هائلة. أشوف إنه أحمد ما شاء الله متمكن من سواق. ما كنت أتوقع إنك تعرف تسوق. إن شاء الله خلني أركز. ما أدري هذه أنت كنت تلعب ألعاب وأنت صغير سيارات. تلعب درايفر و. برناوت. برناوت و. برناوت أكثر لعبة لعبتها. إن شاء الله كسرت الرقم القياسي. لا جيت كسرت الرقم القياسي. أوكي الحمد لله. لا رقمي أنا القياسي. لا كذا مرة حأخذ شخصاً. أنا مرة حأخذ هذه الإشارة وقف عندها. 66 والله ما يمزح. ما يمزح شكله يبغى له عين ذا. والله لازم أوقف عند حده. والله ما أرحم والله بيفوز علي ذا. والله شكله حيفوز علي. أحمد بالله هدي شوي يا أخي. أعطي فرصة للآخرين يا أخي. خلاص. 228 واو. 20 والله متسابق ممتاز. أناك عينك بعيد يا ولد. كذا خلصنا. أوكي. شفنا انه عندك رقم ممتاز جدا. يلا وتحداك تفوز علي انت الحين. مسوي نفسك انت الابضاي والمدري ايش. يلا شوف. لا كذا انا كذا اعصب عليك. ازعل منك. نشوف. يلا. ازعل منك يا احمد. والله مره ازعل منك. اوكي. لا كذا غلط تتحداني يا احمد. ان شاء الله بس ما اجيب السياره في الواجهه. قلت لي كيف انت عادي. اوه انت ما شاء الله ما تغار. اوكي. ماني زيك. حركات. عدمت الدنيا. شوف. وابد عدم الاحساس. ابد ابد بس عادي ادف اليد عنك. لا كذا ارميها على طول ترجع زي عصاك ممكن على راسك. الله يا احمد انت بصراحه والله في تطور. قلعت رجال. اوه حلو. 222 اقل مني يعني. ارجع يلا. لا كان في غش في الموضوع. لا العب العب العب. لا انت هكر قاعد تلعب في السياره. حعوض يا احمد. مرة حعوض بزيادة إن شاء الله يا رب. تعرف كم لازم أجيب؟ والله حول. محمد يناديك. محمد يناديك. 270 ما محمد ما يناديني ولا شيء. حتى لو يناديني ما حرد عليه. هذه صعبة مرة. صعبة مرة. لا كذا تو ماتش بزيادة. ما شاء الله عليك والله حركات. سويتها؟ 32 بدري عليك يا اخي. بدري عليك. في غش في الموضوع. في غش. 200 كم؟ 280 82 82 انت بنفسك. 32 33 يا اخي بلا دلع. يصير رقم مميز تعرف. يلا مشي لك اياها. 33 اللي بعده. والمسابقة الأخير محمد بسامي الأول. هذا المركز اللي باخذه الحين انا. ان شاء الله ترى في واحد مره جاب رقم مو بصح. مين؟ لندن عبد الله الدوسري. انا يعني تعداني انا. عبد الله الدوسري؟ لا مو عبد الله. اي والله اعتز لي عبد الله. اوكي. عارف الخطه. طيب. يلا ابهرنا. فالحين تخش في السبيد رن. يلا تمشي مع الدوائر ذي تخشها. طيب معك الخريطه تحت. حاول انك دائما تمشي بسرعه عاليه. يلا يا محمد تقدر. اوكي ما عاد صار كم اسبوع من اول المواجهه ما في. معطوني موتر معدوم. لا والله كلنا لعبنا على الموتر ذا. ايش فيك عليه علامه ترو جيمنج وحركات والنعم. اي بعدين سياره يابانيه. اوكي عندنا 215 قدرت تخلص عليها. اوكي خلاص عرفت الخطه. ها هترجع الحين مره ثانيه نشوف محمد يجيب المركز الاول. والله مشوار على المركز الاول يا رجال. اقول لك مشوار عني انا. طيب العمود اللمبه ما له دخل الموضوع. تحتاج اقل شيء توصل 270 وانا الظاهر انك انت راعي سرعه. خطير والله انك خطير. اوكي نسجل 220 عشان الحبايب. 220 حلو. ارجع الحين. اوكي حلو. ثلاثه هي. لا بس هي مره واحده. مرة العب وياه بس؟ اي بس. طيب خلاص يعني ما فزت؟ خلاص. انت كيف قاعد تلعب انت الحين هنا؟ اي كرت هذا؟ بي سي صح؟ هذا على البي سي. نعم. اي كرت؟ ال 1080 تي اي. 1080 تي اي. وعلى دقة 4K وعلى الاعدادات. احنا مرة نلعب ارهب شيء عندكم. ما 1080 تي اي. ما يرضي لك. ما
طبعا بس عشان اللي يعرفون اوكي لان احنا نلعب 1080 Ti فاكيد قاعدين نلعب 60 اطار 4K مبين عندهم الفريمات على الركن اليمين فوق. فبس حبيت اقول للناس اللي يتابعونا يعني انه مش لازم يكون عندك 1080 Ti عشان تلعب هذه اللعبه. اذا كان عندك 1050 اللي هو هذا يعني كرت انزل كرت في فئه ال 10 تقدر تلعب 720p دقة عرفت 30 إطار على اللو سيتينج أوكي هذا أنزل شيء. إذا عندك كرت 1060 أوكي تقدر تلعب دقة 1080p 60 إطار 1080 60 بالإطار إيه والله قوي 1060 yes. إذا عندك 1070 ولا 1080 تقدر برضو تلعب طبعا 1070 تقدر تلعب 2K او دقه 1440p وعلى 60 فريم اي اكيد 60 فريم ممتاز. اي عندك 70 تي اي ولا 1080 تقدر تلعب ب يا جرافيكس افضل يا تلعب اطارات دقه اعلى اوكي عاد اذا عندك كرتين 1070 مثلا تستخدم اس ال اي تركبهم على بعض هنا تدخل عالم ال 4K 60 اطار اتوقع عديه بالراحه 60 او طبعا اذا كرت واحد زي الكرت اللي عندنا الجامد 1080 تي اي تقدر تلعب 4K 60 اطار فا يا تنيتي تي تي والله بسرعه يعني دائما قلت هالمعلومات ضبطني زد لي الوقت حقي عطني عشر نقصني 10 ثواني مو والله بالكيلو احنا نحسب بالكيلو والله بالكيلو نغرف لك كيلو يعني والله خمسه خمسه نعطيك دقيقه استنى بس اهم شيء ما تعدي لي طيب طيب نظبطك نظبطك يا شيخ ولا تزعل حبيبي ولا تزعل المركز الاول اللي عداك وعدانا كلنا احمد مصطفى هوب ترى شكله يلفلف في هجوم كثير في الشوارع ايه بعدين حق تعديل انا بعدين انت حلو المركز الثالث هذا مع الرفع ولا بدون؟ هذا مع الرفع اوكي حلو بسبب الرفع عبد الله جاء المركز اللي بعدك على طول هذا مكان المركز الاخير والله اللي توقعت انه يكون المركز الاول بس فهد ما اعرف السيارات فهد تلف السيارات العاب رقص ار بي جي نجيب له المقطع الجاي ان شاء الله انمي اي ممتاز تيلز العبوا سبعه ما تزبط كلها يعطيكم العافيه المتابعين ان شاء الله عجبكم التحدي البسيط وكذا نوصل لنهايه المقطع اذا عجبكم لا تنسوا ضغط على زر اللايك والاشتراك في القناه كان معكم اخوكم مران الحازمي وايضا جميع اعضاء ترو جيمنج محمد بسامي فهد الشيحه واحمد المصطفى وعبد الله الدوسري نشوفكم على خير والمقطع الجديد مع السلامه.